السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة والتي نستكمل بها التعريف بباقي تخصصات البكالوريوس بالكلية الجامعية. برامج البكالوريوس بالكلية هي عبارة عن 6 برامج يندرج تحتها 11 تخصصا. تحدثنا في الحلقة السابقة عن برنامجين منها، هما برنامج العمارة والتخطيط وبرنامج العلوم الإدارية والمالية، واليوم سنكمل حديثنا مشاهدينا عن باقي البرامج مع الدكتور علي الخطيب مساعد النائب الأكاديمي. أهلا وسهلا بك دكتور علي معنا في حلقتنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا بكم، كل عام وانتم طيبين بمناسبة حلو عيد الفطر السعيد، نسأل الله أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. لنبدأ من برنامج العلوم التربوية، هذا البرنامج يندرج تحته تخصص التربية التكنولوجية وتخصص التربية الأساسية الأولى. نبدأ من تخصص التربية التكنولوجية. أغلب الجامعات تخرج طلاب من كلية التربية، لكن المميز في تخصص التربية التكنولوجية أنه يجمع بين التربية والتكنولوجيا. لو تحدثنا عن طبيعة التخصص وآلية قبول الطلاب في هذا التخصص. بداية عن آلية قبول الطلاب، يمكن الأمر الأسهل، عادة تلتزم الكلية الجامعية بالمعيار أو مفتاح وزارة التربية والتعليم في قبول الطلبة في الجامعات لبرامج البكالوريوس. في البرامج التربية في بشقيها تخصصي التربية التكنولوجية والتربية الأساسية، القبول هو من 60% في الفرعين العلمي والأدبي. وزارة التربية والتعليم لجأت في الآونة الأخيرة إلى تزويد المعلمين والمعلمات بدورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات. إلى أي مدى يعكس رؤيتكم المستقبلية للخريج وفقا للمتطلبات الجديدة؟ كما ترون اليوم التكنولوجيا والحاسوب والهواتف الذكية ووسائل التعليم المتقدمة الإلكترونية والتكنولوجية هي الصفة السائدة في الحياة وفي العملية التعليمية بشكل خاص، وعليه ما يميز برامج الكلية الجامعية بشكل عام وبرامج التربية بشكل خاص هو اكساب الطالب المعارف والمهارات في عدة مجالات، منها مجال التخصص الأساسي وهو التربية للتعامل مع الطلاب في كافة المجالات وفي كافة المستويات التعليمية سواء كانت أساسية ابتدائي أو إعدادي أو ثانوي، بجانب اكساب الطالب المهارات والمعارف الخاصة باستخدام الحاسوب والوسائل التعليمية الحديثة. استخدام الحاسوب تخصص له الكلية الجامعية جزء كبير من الخطة الدراسية، وبالتالي مهارة الطالب أو خريج الكلية الجامعية تختلف عن أي برنامج آخر يقدم في الجامعات الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة، بأنه هو الأقدر على المنافسة في سوق العمل. وخير دليل على ذلك ما يحصله خريجو الكلية بشكل عام وخريجي التربية في منافسات وزارة التربية والتعليم أو وكالة الغوث، فمعظم الخريجين والخريجات حصلوا على المراكز الأولى وبالتالي على فرص العمل. نعم، المدارس والدوائر الحكومية، هل يقتصر عمل الخريج بها أم يتعدى عمله في أماكن أخرى؟ مجالات عمل الخريج الكلية الجامعية وبرامج التربية لا تقتصر على الوظيفة العامة سواء كانت في وزارة التربية والتعليم أو في وكالة الغوث، وهما مقدمي الخدمات التعليمية الأساسيين في قطاع غزة. التعليم من أجل العمل هو شعار من الشعارات التي رفعتها الكلية الجامعية. اعتماد الخريج على نفسه من خلال المشاريع الذاتية أحد السمات التي يتسم بها خريج الكلية الجامعية، من خلال على سبيل المثال خريج التربية التكنولوجية يمكنه الاعتماد على ذاته في المشاريع الفردية من صنع الوسائل التعليمية الإلكترونية وترويجها في السوق، وبالتالي يستفيد من نفسه استفادة مالية جيدة، إمكانية إنشاء شركات. صحيح.
يعني على سبيل المثال لو تذكرنا شركات الحاسوب العالمية اليوم بدأت من فكرة بسيطة والآن هم من أغنى أغنياء العالم، وهي التكنولوجيا هي الأساس اليوم، وبالتالي فرصة الإبداع على الطالب للخريج المبدع والانطلاق بشكل فردي لا يعتمد على الوظائف المقدمة من وزارة التربية والتعليم أو وكالة الغوث. صحيح. نعلم وخاصة في تخصص التربية أن هناك آلاف يتقدمون للوظيفة العامة كل عام، والفرصة تكون بالتالي ضئيلة جدا للحصول على هذه الوظيفة، ولكن خريج الكلية الجامعية ومن برنامج ومن برامج التربية بشكل خاص لديه الفرصة للانطلاق بشكل ذاتي، والكلية هي التي تعطيه هذه الفرصة من خلال المساقات التكنولوجية بالذات التي تقدمها الكلية وإكسابه لهذه المهارة. وهنا نؤكد على الفرق ما بين خريج الكلية الجامعية وخريج برامج التربية من الجامعات الأخرى. ننتقل لتخصص التربية الأساسية الأولى. الجامعات الفلسطينية غالبا تخرج طلاب من مثل هذا التخصص، لكن كل جامعة تسعى لترك بصمة خاصة تميز طلابها عن غيرهم. ما الذي يميز الخريج من تخصص التربية الأساسية الأولى من الكلية الجامعية عن باقي الجامعات؟ كما قلنا هناك سوق منافسة بين خريجي جميع الجامعات. ما يميز خريج الكلية الجامعية وعلى سبيل المثال كما تحدثنا عن التربية التكنولوجية كذلك خريج التربية الأساسية الأولى، يعني سميت التربية الأساسية الأولى لتخصصها في مجال معين، مرحلة عمرية معينة، مرحلة الابتدائية أو مرحلة ما قبل المدرسة. صحيح. يعني بين هلالين الروضة كما تعرف يعرف الأهالي والأمهات بشكل خصوص. التعامل مع الوسائل التعليمية الإلكترونية اليوم هو ما يميز خريج الكلية الجامعية، وبالتالي إبداعه غير محدود أو إبداعها متواصل، يعني في إبداع غير محدود في مؤسسات الطفولة، في الحضانات، في الروضة، في المشاريع والمؤسسات التي تقدم خدمات للطفولة، قد تكون خدمات غير تعليمية كمؤسسة اليونيسف أو إنقاذ الطفل، وهي مؤسسات إما أن تكون غير حكومية أو خاصة أو مؤسسات تابعة لوكالة الأمم المتحدة. أي أنه لديكم بالكلية الجامعية مهارات خاصة تميز الكادر التدريسي لديكم، الكفاءات القدرات لدى هذا الكادر، لو تعرفنا قليلا هلا. الكادر الذي يقدم الخدمات في برامج التربية، ونحن نتحدث عن برامج التربية، كادر متعدد المهام، يعني متعدد الوظائف، لا يقتصر على المتخصصين في مجال التربية، هناك المتخصصين في المجالات التكنولوجية والوسائل التعليمية وطرق التدريس والمناهج، وبالتالي يتم صقل الخريج أو الطالب بشكل متكامل ليكون يعني قادر على منافسة أقرانه من خريجي البرامج الأخرى من الجامعات الفلسطينية. صحيح. ننتقل لبرنامج الدراسات الإسلامية وتخصص الدعوة الإسلامية المعاصرة، ولكن في البداية دعنا نتعرف عليه. بكالوريوس الدعوة الإسلامية المعاصرة، يهدف هذا البرنامج إلى إعداد جيل من الدعاة إلى الله وفق منهاج الوسطية، بحيث يكونوا قادرين على العمل في حقل الدعوة إلى الله في المجتمعات الغربية بلغة هذه المجتمعات. أهلا وسهلا بكم من جديد. الكليات الدينية المختلفة في الجامعات من كلية أصول الدين وكلية الشريعة وغيرها تؤهل الطالب للعمل في المجال الدعوي، لكننا هنا نتحدث عن شيء لافت للنظر وهو دعوة إسلامية ومعاصرة. كيف تم الجمع بين هذين المصطلحين في تخصص واحد؟ كما تحدثنا الكلية الجامعية يعني تسميتها الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وهنا في هذا المجال بالذات يعني تم تحويل الفكرة من الدعوة الإسلامية و اكساب طالب التخصص الديني كتخصصات أصول الدين والشريعة من الشق النظري إلى الشق العملي التطبيقي من خلال مساقات التكنولوجيا والحاسوب، استخدام الحاسوب بشكل متقدم جدا اليوم، أي خريج بدون مهارات الحاسوب هو خريج ضعيف في سوق العمل.
السوق الفلسطيني ممتلئ بخريجي التخصصات الدينية، ولكن معظمهم لا يسوقون أنفسهم ولا يمارسون هذا العمل، وفي مجال آخر عدم قدرتهم على التعامل. اليوم نعرف اليوم العالم قرية صغيرة، صحيح. يعني يجب أن يكون على الخريج القدرة على العمل في كل مكان في العالم. ومن هنا جاءت الفكرة أن تساهم الكلية في نشر الدعوة الإسلامية إلى كل أنحاء العالم وليس في قطاع غزة أو فلسطين. فمعظم البرامج تعتمد على اللغة العربية. صحيح، أغلب هذه البرامج في الجامعات تعتمد على اللغة العربية فقط في ومن لديه ضعف اللغة الإنجليزية يهرب من يعني إلى صحيح. هذه التخصصات. صحيح، لأنه الكلية الجامعية عززت عند خريجي الثانوية العامة التوجه إلى تخصصات الدينية، وعلى سبيل المثال تخصص الدعوة الإسلامية، و هناك سيكون يعني مفتاح للقبول. وجزء آخر هو يعني التركيز على عدة مساقات في اللغة الإنجليزية لتطوير مهارات استخدام اللغة الإنجليزية بشكل سلس وطلق، لا نعتمد على النظام التقليدي في تعليم اللغة الإنجليزية. يجب أن يكون هناك قدرة على المحادثة، قدرة على الفهم، وبالتالي قدرة على الانطلاق إلى العالم الخارجي. سيكون لدى الخريج فرصة للعمل في البعثات الدعوية إلى بلدان في أفريقيا وآسيا وأمريكا، للوصول إلى كل مكان في الكرة الأرضية. في البداية سيكون هناك تركيز على اللغة الإنجليزية، ولكن في المستقبل سيكون هناك إن شاء الله نشر للدعوة الإسلامية بلغات متعددة، وسيتم إضافة هذه اللغات إلى هذا البرنامج. وطوبى لعبد دعا للرشاد منادا إلى الخير في كل واد، انطلاقا من بيت الشعر هذا، ولأن تخصص الدعوة الإسلامية المعاصرة هو تخصص جديد في الكلية ولأول عام يفتتح، هل لديكم خطط مستقبلية بإرسال الطالب المتميز للعمل في مجال الدعوة في المجتمعات الغربية؟ من سياسة الكلية الجامعية دائما العمل على رفع جودة الخريج ورفع جودة الطالب الدارس. فعلى سبيل المثال يعني في سياق السؤال، يعني كان هناك توجه هذا العام لإرسال عدد من الطلبة إلى دول أوروبية ليس خريجين، يعني طلاب المستوى الثالث والرابع للمشاركة في المنتديات الدولية. فكان هناك نية، ولكن بسبب الظروف الأخيرة المحيطة بقطاع غزة لم تتم الخطوة إلى، يعني كان المفترض أن يكونوا في هذه الأيام بالذات يعني في منتدى الشباب العالمي في إيطاليا، منتدى شباب منطقة البحر الأبيض المتوسط. كمان كان هناك نية لابتعاث اثنان من الطلاب إلى مؤتمر متخصص في بلجيكا، وبالتالي هذه من سياسة الكلية الجامعية. نعم. اليوم فرصة الطالب الملتحق بالكلية الجامعية الطالب المتميز، أنه هذه البعثات تتم من خلال مقابلات ليكون هناك يعني شفافية وعدالة في التعامل مع الطلبة. سيكون هناك يعني جزء على المعدل التراكمي للطالب، وجزء على اللغة الإنجليزية، وجزء على القدرة ثقافة والقدرة على التواصل. صحيح. هذا التخصص إن شاء الله سيكون له يعني حصة أكبر، لأنه الهدف من إنشاء هذا البرنامج هو نشر الدعوة إلى العالم الخارجي، وبالتالي سيكون إن شاء الله في أقرب فرصة ممكنة في حال تحسن الظروف ومع بداية البرنامج وقبل التخرج إرسال الطلبة إلى بلدان من خلال مشاريع ومن خلال البعثات التي تصل إلى قطاع غزة، إرسالهم إلى هذه البلدان وصقلهم مهارة التعامل قبل التخرج إن شاء الله. ننتقل لبرنامج الهندسة، ونبدأ من هندسة أمن المعلومات المحوسبة لنتعرف عليه سويا. بكالوريوس هندسة أمن المعلومات المحوسبة يقدم البرنامج خريجين متخصصين في مجال أمن المعلومات، وهو مجال يحتاج العديد من الكوادر المؤهلة تقنيا وفنيا لسد الثغرات الأمنية التي تعاني منها المؤسسات والشركات فيما يتعلق بالأنظمة الحاسوبية. يتميز خريجو الاختصاص بالممارسة العملية والتطبيقية للمهارات المختلفة التي يحتاجها المتخصصون في أمن المعلومات، وذلك من خلال المختبرات المتخصصة والكادر الأكاديمي المتخصص. أهلا بكم من جديد. تخصص هندسة أمن المعلومات المحوسبة
هو تخصص يدرس علم أمن المعلومات، وهو علم يبحث في تصميم ودراسة طرق حماية النظم المحوسبة من الاستخدام غير المسموح به. باعتقادك الطالب الخريج من هذا التخصص بإمكانه أن يسد الثغرات الأمنية التي تعاني منها المؤسسات؟ بداية وقبل الإجابة على هذا السؤال، كما تلاحظين معظم برامج البكالوريوس بالذات في الكلية الجامعية برامج مميزة لا تتكرر في الجامعات الفلسطينية الأخرى، وبالتالي لا نساهم في رفع نسبة البطالة. معظم الأهالي، هذه كلمة للأهالي، الأهالي يفضلون البرنامج التقليدي المعروف في لدى الناس كالهندسة والطب والتمريض، ولكن أدعوهم من هذا المنبر أن هذه البرامج، وعلى سبيل المثال برنامج الهندسة هندسة أمن المعلومات المحوسب، هو البرنامج الأول على مستوى فلسطين، أول برنامج يقدم على مستوى فلسطين. وبالتالي دائما البرامج عندما تكون هي البرامج الأولى ففرصة العمل ستكون هي الأكبر، هي الأكبر. اليوم يجب أن ينظر ولي الأمر أو خريج الثانوية العامة إلى فرصة العمل وليس إلى البرنامج التقليدي الذي يخرج الآلاف. نعود إلى السؤال. خريج أمن المعلومات، هندسة أمن المعلومات المحوسب، سيكون إن شاء الله قادر على العمل في المؤسسات التي تحتاج إلى نظم معلومات وآمنة كالبنوك والوزارات والجامعات. سيكون هناك من خلال تدريبه في مختبرات متخصصة في الكلية الجامعية وعلى أيدي مهندسين يحملون درجة الماجستير والدكتوراه في هذا التخصص، وبالتالي نأمل منهم ونتوقع لهم أن يكونوا مميزين في هذا في تخصصهم وفي عملهم في المستقبل إن شاء الله. تخصص آخر في برنامج الهندسة وهو تخصص هندسة تكنولوجيا المباني. يعد حلقة وصل بين فروع الهندسة الداخلة في عملية البناء كالإنشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية أيضا. كيف تم الجمع بين هذه الفروع المتنوعة في تخصص واحد؟ وما الذي يميز هذا التخصص عن غيره من التخصصات؟ تم تقديم هذا البرنامج للاعتماد نظرا لحاجة السوق الفلسطيني لمتخصص في مجال الهندسة وهندسة المباني والإنشاءات الذي يلم بجميع احتياجات عملية البناء من خلال من البداية من تكوين المواد التي تدخل في عملية البناء إلى إنشاء المبنى بشكل المبنى المتكامل. تم من خلال إجراء ورش عمل، التقاء مع ناس متخصصين، من تواصل مع عاملين في برامج شبيهة في دول أوروبية وأمريكا، وبالتالي هو البرنامج الأول كذلك في فلسطين الذي يقدم برنامج متكامل في عملية الإنشاء. فكما قلت أن البرنامج يضم مهارات المهندس المعماري والمهندس المدني يمكن طالب بتخرج دائما من إشي معين من برنامج واحد، ولكن هذا الخريج سيكون ملم بكل هذه المهارات. نعم، كافة التخصصات العملية تحتاج إلى إمكانات ومختبرات. ماذا عن هذه المختبرات التي توفرها الكلية؟ طبعا اعتماد أي برنامج لا يتم إلا في وجود مختبر. وتقوم وزارة التربية والتعليم العالي بزيارة الكلية والتأكد من وجود هذه المختبرات. والكلية الجامعية لديها العديد من المختبرات داخل الكلية والاتفاقيات مع المؤسسات ذات العلاقة التي يمكن أن يتدرب الطالب في مختبراتها. نعم، ننتقل للعلوم الصحية ومع بكالوريوس تمريض التخدير والإنعاش لنشاهد سويا. بكالوريوس تمريض التخدير والإنعاش، يهدف البرنامج إلى إرفاد سوق العمل المحلي بالكوادر المختصة المؤهلة علميا وفنيا وذات كفاءة عالية في مجال التخدير والإنعاش، والإلمام بالمهارات الفنية والطرائق السريرية اللازمة لتنفيذ رعاية صحية آمنة للمرضى. مجددا أهلا بكم. لا يمكن للجراحة أن تزدهر وتتطور ما لم يزدهر علم آخر وهو علم التخدير. كلمة توجهها لمن يرغب بالالتحاق بهذا التخصص. برامج قسم علوم الصحة في الكلية الجامعية برامج كذلك برامج هي الأولى. برنامج تمريض التخدير والإنعاش هو البرنامج الأول ليس على مستوى فلسطين ولكن على مستوى المنطقة والإقليم الشرق المتوسط والشرق الأوسط بشكل عام. هناك في الكلية الجامعية كان برنامج دبلوم متوسط فن التخدير والإنعاش.
تم تطوير البرنامج إلى برنامج متخصص في مجال تمريض التخدير والإنعاش. كذلك هذا البرنامج هو البرنامج الأول، وفرصة العمل ستكون إن شاء الله جيدة. البرنامج يعني التسجيل هنا يعني من بعد نتائج الثانوية العامة على ما أعتقد أسبوعان مر، والإقبال والحمد لله على هذا البرنامج إقبال جيد على عدد محدود الذي سيتم القبول فيه نظرا للتخصص وإمكانيات التدريب في المستشفيات. هل هناك آلية معينة محدودة للقبول؟ بالنسبة للطالب لطالب الثانوية العامة 70% علمي، لأنه يقتصر برامج الصحة على التخصص على الفرع العلمي فقط، وبالمفتاح الذي حددته وزارة التربية والتعليم 70% على الأقل، بجانب فرصة التيسير وشعبة التيسير لدى الطلاب تقريبا اكتملت نظرا للإقبال الشديد. ولكن لمن يرغب في التسجيل الشروط التيسير ستكون أن يكون الطالب خريج الفرع العلمي وحاصل على 70% أو جيد في الامتحان الشامل والمعدل التراكمي في الدبلوم. يمكن للخريج تخصص دبلوم التخدير والتمريض والبرامج الصحية الالتحاق بهذا البرنامج. كما قلت بأن البرنامج كان عبارة عن دبلوم في الكلية الجامعية، لكن طور إلى بكالوريوس بمستوى عالي الجودة، بالتالي مجالات العمل أمام الخريج اتسعت. لو تحدثنا قليلا عن مجالات عمل مجالات عمل الخريج متخصصة، وهنا الكلية الجامعية يعني بدأت في شيء يعني منتشر في العالم اليوم، وهو التعليم التخصصي. البرامج الصحية الموجودة في فلسطين برامج عامة، كمثال برنامج التمريض بكالوريوس التمريض العام. بدأت الكلية الجامعية الآن في إنشاء برامج متخصصة من خلال البرنامجين العاملين في برنامج علوم الصحة. صحيح. إن شاء الله يعني نأمل النجاح لهذه الفكرة وافتتاح برامج أخرى نساهم من خلالها في تطوير القطاع الصحي الفلسطيني. ننتقل الآن لبكالوريوس تمريض الإسعاف والطوارئ، حدثنا عن طبيعة هذا التخصص بشكل عام. كما قلت في البرنامج الأول، يعني مجالات العمل ستكون متخصصة، بالنسبة للتخدير والإنعاش سيكون ممكن العمل في أقسام العمليات وأقسام الطوارئ وأقسام العناية المركزة. هذا البرنامج سيكون متخصص في تمريض الطوارئ. الطوارئ قد تكون العمل في المستشفيات سواء كانت الحكومية أو الخاصة أو العيادات، سواء كانت تابعة لوكالة الغوث أو العيادات الخاصة أو العيادات الأهلية والعيادات الحكومية، بجانب العمل في محطات الإسعاف، العمل في مديرية الدفاع المدني. بمعنى أن الخريج هناك مجالات أو أماكن متعددة يمكن للخريج العمل فيها، سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الإقليمي. دعنا ننتقل سويا إلى تقرير حول بكالوريوس تمريض الإسعاف والطوارئ. بكالوريوس تمريض الإسعاف والطوارئ يهدف البرنامج إلى إرفاد سوق العمل المحلي متمثلا في أقسام الطوارئ بالمستشفيات ومحطات الإسعاف والدفاع المدني والمؤسسات ذات العلاقة بالكوادر المختصة المؤهلة علميا وفنيا وذات كفاءة عالية في مجال الإسعاف والطوارئ، وتقديم خدمات صحية آمنة وذات كفاءة عالية للشعب الفلسطيني. أهلا بكم من جديد. تخصصات كهذه التي تحدثنا عنها، تخدير وإنعاش وإسعاف وطوارئ، تحتاج لتدريبات عملية. ما الذي توفره الكلية بالداخل من مختبرات وتجهيزات، وبالخارج من فرص تدريب بالمستشفيات والمراكز الصحية؟ هناك برنامج متكامل لتدريب الطلبة، سواء كان قبل الخروج إلى التدريب العملي الحقيقي، هناك التدريب في مختبرات داخل الكلية الجامعية. هناك مختبرين متكاملين داخل الكلية الجامعية، مختبر سيكون متخصص للعمليات والتخدير والإنعاش والطوارئ، ومختبر للتمريض والقبالة. التركيز على التدريب داخل المختبر، نسبة الخطأ في المجال الصحي يجب أن تكون 0%. صحيح. هناك نسبة خطأ دائما في العمل في مجالات الهندسة، في مجالات التربية، في مجال ومسموح بحد معين ممكن تصل ل5%، لكن الخطأ في المجال الصحي يجب أن يكون 0%، لأنه نتعامل مع أرواح إنسان، قد يفقد إنسان حياته في وجود في حالة حدوث خطأ لا سمح الله. بعد أن نتأكد أن الطالب أتقن المهارات بشكل عملي، هناك برنامج متكامل لتدريبه خلال باقي المدة، قد تكون في البكالوريوس 3 سنوات أو في الدبلوم 3 فصول.
في المجال العملي، يمر على جميع الأماكن التي يمكن أن يمارس فيها العمل. العمل. وبساعات، عدد ساعات قد يصل إلى أكثر من نصف الخطة الدراسية. بالتالي الخبرات لديه تزيد. شكرا لك دكتور علي الخطيب لحضورك، وسعداء جدا بوجودك معنا. شكرا لكم وكل عام وانتم طيبين. وهكذا مشاهدينا الكرام نكون قد أنهينا تخصصات البكالوريوس في الكلية الجامعية رائدة الإبداع والتميز. نلتقيكم في الحلقة المقبلة للتعرف على الأقسام المميزة للدبلوم في الكلية الجامعية. في الختام أشكر لكم طيب المتابعة، لكم مني كل الاحترام. ربا إسماعيل، في أمان الله.